بعد تداول أنباء ترجيح موت محمد حمدان دوغلو المشهور بحماتي قائد ميليشيا الدعم السريع في السودان، نشرت قوات الدعم السريع مقطع فيديو تعلن تكذيب ادعاءات وفاة حماتي برسالة صوتية منه شخصيا. فلماذا لم يظهر حماتي صوتا وصورة في الفيديو؟ وهل تساعد رسالة حماتي في لم شمل جنود الدعم السريع من جديد؟ إليكم التفاصيل. في مقطع فيديو نشرته قوات الدعم السريع على حسابها الرسمي على تويتر، يظهر فيه جندي من الدعم السريع يقول: حتى لو مات حماتي فكلنا حماتي، وهذه البندقية وكل شيء نملكه هو حماتي. وبعدها تبدأ رسالة حماتي الصوتية والتي قال في فحواها: يا قوات الدعم السريع، أنتم حماة الوطن المناضل، السودان أمانة بأعناقكم، احموا الناس وساعدوا الأخوة المواطنين في الإحياء، وحاربوا المتسلطين واللصوص والذين يروعون الناس. الانقلابيون مستمرون في المؤامرات ويريدون تدمير السودان وأهله، ونحن مستعدون للمساعدة، والمساعدات الإنسانية بأمان. ثم أضاف حماتي ردا على إشاعات تفيد وفاته: أنا الآن متواجد داخل القوات، وهم يروجون لمقتل محمد حمدان دوغلو، وهذه كلها أكاذيب تدل على أنهم مغلوبون، ولذلك يطلقون هذه الدعايات. أنا الحمد لله موجود، وأنا إذا استشهدت فالبركة في جنود وضباط وصف ضباط الدعم السريع. ثم حول حماتي رسالته لعبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني قائلا: ونقول للبرهان: عاجلا أم آجلا ستكون في قبضتنا. وفي رسالته اتهم حماتي البرهان بتدمير البنية التحتية للسودان، لكن المفاجأة التي فجرها حماتي خلال رسالته تفيد بأسر قوات الدعم السريع لعدد كبير من ضباط المخابرات والجيش السوداني، والذين تجاوزت أعدادهم الآلاف في سجون الدعم السريع وفق ما صرح به حماتي خلال تلك الرسالة الصوتية. ويذكر أنه قد نشر نعي لوفاة حماتي خلال الموقع الإلكتروني لقوات الدعم السريع، والذي صرحت قوات الدعم السريع بأنه خبر كاذب نشره الجيش السوداني على الموقع بعد قرصنته لنشر أخبار كاذبة على لسان الدعم السريع. لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد، حيث اختفى حماتي عن الأنظار لفترة طويلة، خرجت على إثرها أنباء تؤكد موته وأنباء أخرى ترجح وجود خلافات داخل صفوف الدعم السريع بعد رحيل قائدها محمد حمدان دوغلو. لكن رغم رد حماتي من خلال رسالة صوتية له، إلا أن بعض التعليقات أشارت إلى أن حماتي أصيب بإصابات بالغة أثناء الاشتباكات تعيقه عن الحركة وتمنعه من الظهور. وشطح البعض الآخر في حقيقة وجود حماتي على قيد الحياة أساساً، مشيرين إلى أن تلك الرسالة الصوتية ربما تكون من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي. فهل تعتقد أن رسالة حماتي الصوتية اليوم قادرة على رأب الصدع الموجود داخل صفوف الدعم السريع ولم شملهم مرة أخرى؟